حظوظ المشيشي كيفاش تشوفها اليوم؟ شنو هي رسالتك ليه فيصل الكبير؟ تتعدى حكومة المشيشي، وهذه رسالة لسي المشيشي، يا ولدي اعمل حكومتك على روحك، احقر عليك الأحزاب، راهم يلوجوا على بايهم، وأنا كيما قلتها له وقتها ونعاودها له توا، صدقني لو كان دخل الأحزاب في الطرح وتسمح يا حكومتك فيها 30 نائب وزير وكاتب دولة تعطيه الحزب هذاك 31 يقول لك زيدنا حوايج. وكريتو آخر مرة لآخر لحظة ونسمعوا في تعيين مستجرين برتبة وزراء وكتاب دولة مع الياس الفخفاخ ويسبوا فيه من هنا ومن هنا يحبوا على بياتها. ولذا اليوم نقول للشعب التونسي، راهي مشكلتكم هالناس اللي تتفرجوا فيها واللي حكمت البلاد اللي اعطيتوه أصواتكم، اليوم يحبوا حكومة نتاع أحزاب ضد شعب. هذه الفرصة الوحيدة اللي باش ترجع السلطة للشعب التونسي، وهي مناسبة باش نقول السيد هشام المشيشي، أنت في الطريق الصحيح وكمل حكومتك وبراي تحت. أخي أنت عندك حزب باش يتحلى؟ أخي أنت قدمت وعود انتخابية؟ أنت خير منهم، هما اللي قدموا وعود انتخابية جبدوا رواح. يا خويا يا سي هشام مشيش، بجيت محمد الحزب اللي ساوي مكافة حقوده تو ما عاد يدور بك حتى حد، تعمل مزية راجعنا المديونية وعملنا أوديت للفلوس تاع القروض والهبات من اللي دخلت تونس من 2011 اليوم، تعمل مزية شوفنا العفو التشريع العام ايش تكلف على المجموعة الوطنية، تعمل مزية صارحنا بالقانون المصالحة ايش عطاه للتوانسة، اخذ منا شوية فلاح، اتلهى بالزواولة، اتلهى بالفقراء، الشعب معاك انت ومع رئيس الجمهورية، الأحزاب هذه الكل صدقني توا باش يبدو يلقوا في تخريجة، ونحن معاه على خاطر ما يساعدهمش. تستانسنا بالنفاق نتاعها، تستانسنا، تي أنا معاهم 6 سنين، واضح، تي قالت لينا مع بعضنا، تي نعرفوا بعضنا.